بسم الله الرحمن الرحيم. شهداء حرب نفسي الشقيقين، الشهيد بإذن الله أكرم الشامي أبو محمد، وأخاه الشهيد بإذن الله تعالى عمر الشامي، حسبي الله ونعم الوكيل، الأربعاء 6/6/2012، حسبي الله ونعم. يا خالتي شو بتوجهي لنا رسالة لبشار الأسد عن إصلاحات؟ الله لا يمشي موطننا أولادنا، الله ينتقم منه المنتقم الجبار، الله ينتقم منه المنتقم الجبار، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين. تكبير تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا عمر أنت يا خير روح الله يسلمك. أم الشهيد، أم الشهيد ترسل رسالة إلى بشار الأسد، إلى بشار الأسد. يا بشار، يا بشار، إن شاء الله ما بتموت إلا تشوف أولادك قدامك بإذن الله تعالى. الأربعاء، الأربعاء 6/6/2012. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تابعني يا ولد، أنا عندك الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تشييع الشهداء في قرية حرب نفسي على يد